واش لافامي كتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. المهم اخوتي حنا مع الريدة، واخا مريضة اخوتي انتم والله الا كيصور لكم دابا حنا راه في التورناج ديال الريدة، وسط التورناج قلت لي دير واحد التقديم باش يعرفوا الناس اش فهمتي ولادي. سمحوا لي واحد الله واك، واخا مهرس راه نطو مقاومش باش ندير لكم شي هذه. راه مثل معايا في الطاغية هو مهرس، ومهرس معايا ومهرس كاينش مشكل، هو مع الجوكر. المهم الاخوان دعموه دعموه في هذا الفيديو هذا وشجعوه فهمتي، وخا مهرس وهذا هو كيتقاتل معاكم وحق الله. كرهنا نشوفوا شي 30,000 لايك خوج ولا خوتي هذا العام هذا. شجعوا خوتي شوفوا، ونخلي لكم الانستغرام ديالو، نخليو لكم هدايا عندو زرافه عندو عندو ابونو عندو او ميتر فريده ناديه. مورا 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 ما حيدش ان شاء الله من جديد شي افلام ولا شي حاجه ما نعاودش. المهم قطع الطريق صافي. الحمقاني يا اخوان عارف الحفرة عارف كاين ما يتدار عشيري يا شو ربيع. نعم وفين كاجوش؟ وفين احمد؟ يعني ما تجيش قصي وشنو فيها عشيري؟ باهي تقراونا الحمق ها؟ كاسكادور مش خايف شارع اخوك شمعي عم تبر على راس مزيان معي. نعم شو الغربة؟ نعم شو الغربة؟ غرد كلي عشان ساف تخوي الغربة كلي شو مش يدير هنا يقع عاك مش قد تفا وكلي لم تكر ما نسافة؟ ورا عافك ما تنساني شدك حاجة ضروري يا عشيرة. اش تتقول لي؟ اش تتقول لي؟ شنو تتقول لي؟ اش تتقول لي؟ اش فارح؟ كلشي خوك اش دير لك؟ خرج عليا بعيد مني، خرج عليا بعيد مني، شفاط انت يا شفاط خرج عليا. ما عندي ما ندير لك انا صافي، ما عندي ما ندير لك خرج عليا. خرج عليا تتشفر انت يا عندي انت انا ما كتبتش بالحباسات والخمسات، خرج بعيد مني يلا. برا خرج عليا ما تقدرش تجي عندي. صافي ما تقدرش تجي عندي بعيد مني. خرج عليا خليك تمشي بعيد مني خرج عليا. خرج عليا ما تمشي خوك. خرج عليا بعيد مني خليني هاني يلا. خويا هذا تعزيز عليا انا يا خويا. بعيد مني. خرج عليا. صافي ما تعرفش تمشي بحال هكا. رجع لنا. صافي رجع لنا رجع. رجع. رجع لنا. سير سير. سافر عافية. زيد خرج عليا يلا خليه يمشي بعيد مني يلا زيد. تحرك اجي هنا لكم الصخور اجي هنا حيد الدروج زيد خرج زيد زيد تبعي الشفار تبعي الشفار تبعي الشفار سير بعيد مني سير تقصر على الشفار يصبع عندك الشفار راه كيف ما قعدت انا مشيت مع خويا الدرج جلس جلس هنا اجي هنا اجي هنا اخ عليك ماك جاي ديرك خليش في الدار سير بقى في الدار اخويا انا قلت لك تجي منها قلت لك تجي منها سير الدار علاش شابعني انا ما بغيت نقنعك ما عندي شوف اخي انا نمشي نكري واحد بويز واحد اكفر وشيش قرا فهمشي فهمشي ما اش قال لا ما اش قال لا ما اش قال لا 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 انا خليني نطاق الحبس ماك حقرتيني انا لا ما حقرتكش انا عارف وكرا دمي انت صوت انا انت مش تديره في كوبرك انا نديره منين انا كبرت انا منين نديره انت انا مسخون انت انا راس قاس حرابي علاش هي مش هنهضر معاك هو فاش تصمتي هذا الشيء انا هذيك المره تتعدى عليا تتعدى انا معاك ما تخافش شوف عرفتي دابا هذا الشيء كامل غنمشي ونكحلم وانا وياك نعلمك ندريسي باش ما تحتاجش شي واحد مننا قدام بالشارع بشي جانا الحبس ولا شي حاجه انت تدبر على راسك شعرف كيفاش تدبر على راسك صافي اللي قلتيها انا معاك يا لا لا الله عطاك
خونا نمشيو عندها باش قاش كيدو يقول اخويا راه تشارك راه غادي تشوفو شنيا وكذا وكا ولا كان باش شي اخر وطلعت معاك التليفون انا طلع هي اللي هو الرقم هاني والله يشاهد هذا السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. يا حد درين وشارك. ما عرفش الدار فين كاين هنايا ترجع عند خالتو. كيف شايف الدرين؟ كيف وخاي يصبح وش تقلب عليه على الدار تقلب ليه على الدار ما بقيتش وش خاي. هانت جيت تشوف راشي ابل عيط لها. شنو خاصك؟ بغا ابل تلف هو على الدار ما عرفهاش وين كاينه كاع. صافي. وضربوا الحم فوشم كنطقف في جهنم لبطانة طيحة بندم ما عندك لاش جندم إبليس الطعشي معلم لعفو من لعفو لعفو من هاد عيشة لعفو لعفو قا قولوا لعفو ولاد بلادي شرفوا لبنى شراف اشكرفوا مصدومة قاع مش عفو وروح بالماضي شخمر من هاد الروس ينشحوا وسبيطار بدا يتعمر وش حتى مرة في نخبر والوقت غادي كيزري وبنادم على روح مقمر ياه بس حباس صادي في ديك الطريق يقول لامي ما شكي وانت ما بغيتيش فيك تكشف فما خاي وحسبني غير شقيق انا غير كنقول ما في باشا فيك حبس حبس غادي فيك الطيق يقول لامي ما شكي وانت ما بغيتيش فيك دابا شنو هاد لافي شكون واقف وخلي بالك انا ما عرفتش اللي في الفيلا بالروج ولا صون عند واحد خونا مانيط انا راضي صافي صون عليه ونوريو لنا بنت بنت بين الضربه ونده علينا اخويا راه انا ما عرفتش اليوم اللي كنت عشان غير صون عليه انا ما كنعرفش اش صافا درا فير بيدي يعني. نشوف هذا وطاح لي بال صافي كنقول لك شنو ما عرفتش شنو شبكي انا وياك ولا تسلى الحرار وكل زوما ما عرفتش شنو الصوم والو خويا السين شوف 24 كيلو ضروري شي الله فاهم معاك اخاي ويلي واليوم ولا غدا ولا بعدا ولا اي وقيت انا معاك فاش محتاجيش انا شوف هاد لافير في طريق البحر هاد الفيلا نمشي واحد بونيزا وراه ورق لك البلاصه هو عبد الطيف يكمل لك هاك نهضر مع عبد الطيف ورق لك كلشي وار خويا شوف ها انت معاك دخل من الباب الصاله الاولى غتلقى فيها كفر فوق تما في الجنب ويلي يا صاحبي كفر فور وانت ما تخافش يا صاحبي راه واخا تكون في السطح نجبدها صاحبي راه عارفني شنو نشم في المكان تنجبدها صاحبي هو يقول لك أقول لك سيمو فين نتلاقى هو وين نتلاقى هو لوريد ونتلاقى وحدة تشكوي ليا يا لا شي عندك هذا يدير من الخوشونة وكذا هذا يا ريقل مرحوم قال مولاي يلا خاصك تخرج يا لا مشي هذا الحساب لا سمعني انت نهضر معاك مزيان عندنا افار زايده خصنا فيها كل شيء يا صاحبي سمعني يلا في الطريق ونقريك سمعني طلع مسخوط طلع كاين داك الشيء صح انا نسمع اللي تخلي العيبه تبعني انا في قلب الشارع تبعني كنت كنضرب وجري عادي كاين نسي
نسلك الفوق. انت خويا باش ليك تعرفوا معرفه ما معرفه هذا ما تسلب عشيري نار عندك دابا راه ورحتي لي الضرب عندك يكون قمز ودا كلشي ودا كلشي وما يديهاش هذاك عشيري ما تخافش غنجيبو هذا الشيء ضربه يجيبها يدير فهمتي هاد لافير ما نقدر ندي الراس ونضرب من الراس ونجي بحال شي يعرفوني ولا شي شنو في يا عمي هاني بخير شي مزيان زوينه الشرغوط ناضي ولا لا ناضي السلعه ديالكم هي موجوده شوف راسك عندك صافي اخا صافي يلا على مولاي كان شي حاجه شي تدخلات انا معاك يلا راه مبارك على واحد الاخر يلا سير على الله هذا شير اللهم سير سير وتشري يلا سوزانا شي دبوانا قبيلي قبيلي شنو مرة أخرى دابا ديما صاحبي صاحبي من بعد من بعد الجوع يا ربي وانتو ما درتو ولا صار تشوف سوزانا في المعلومة ديما لا فينك هانية بخير شي مزيان عربو جاي يلا سير سين خمشي ومزال سير هذا ايفون اخي بغيت نسيف من الحبس نسوي جي بي اس كامل ديك وانت كل شي جي تفك عندك انت سير بينا خمشي ومسخوط يعني شد شهر ان شاء الله يفخوش انت راه ان شاء الله صاحبي جايب لي مونشيف مني شد 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 وي مكمل شكون هاد البعلوك هذا هذا الشرغوط ولدي هذا تفعل بالخير ولا حسوا يقول لك ما شنو ما بغيتش يضيع صاحبي نخليه هنا غادي يضيع انا غادي بغيت نصوفي زعما اصلا الشتاء ما عنده فين يمشي دابا عاد يعني معايا وان شاء الله ما يكون هيا ديالو نشوفوا على الله نشوفوا على الله صافي صافي تلقاي التليفون انا حاجه الزاليه في الديكار اذا وين انت راه كنت حمت وعارف اش كنسوا عارف اش تسوق واش عارف اش تسوق واش الادوات واش الادوات ما غادي نقز عليا رضا نخليه في الدار وخارج في الشمس ندبر على راسي تبقى شغل يدحوك في الشعر شنو يدحوك خوك دير شي جمعيه ولا عاود لهم اخوك تسوق يا اخي الله في انا اخوان ساق الغرب ما بقاش في الزاليه في يديك انا يا اخي حسين شد الشاسر جايبين مخزن كل مخزن لي وعيش بنقلب عليك انا وخصيه صاحبي كيما شخصيه مرحبا شد شي حوزه الشدانة شوف اولي ما كاين لا مخزن لا والو غير اجيك صاحبي اش من ما كتعرفوش اخويا رضا صاحبي خلي السيد يهضر معاك ديك الساعه ما يكون خير ان شاء الله صاحبي منين غادي دوزك شي حاجه ما هياش ان شاء الله بالمختار وتحياتي
والله يرحم الوالدين اوليدي. الله يسهل عليك اوليدي رضا، راه ما يكون هالخير والاحسان اوليدي كاع ما تخمم. انا ما عرفتكش انا وانت غتعرف ان شاء الله وغادي تقول لي الحمد لله من لقاك الله معايا. يلا اوليدي زيد اولدي الله يهديك. وانت جاي معكم شنو انا عارف غادي شي حاجه تزيد تفضل. واش ندخل ولا ما عارف راسي في غادي ولا شنو؟ غادي نقول بسم الله وندخل. حنا ندخل نشوفوا فلاش نتصرف. ريح. حنا اخاي شكون انت بعدا اخاي؟ انا ما عرفتكش انت بعدا شكون. ما عرفتينيش انا؟ انا ما عرفتكش انت كاع. سير بين انا راه خويا درس صغير تيتسناني مخليه في الدار. شناهو؟ خويا الصغير مخليهش يتسنانا في الدار. انت عندك شي اخوك صغير؟ عندي خويا صغير اخونا من الدار. ما عرفتينيش انا شكون دابا؟ ما عرفتكش انت كاع شكون. انت جيتي وشي طلع ما طلع قشي طلع ما جيتش معاك بغيت نعرف شكون انت. انا هو عم المخشار. عم المخشار؟ اه عم المخشار شو حاسك؟ صحيحه ما عرفتش شكون. ما عرفتش بالله عم المخشار. منين جيت وانا تنقلب عليك؟ منين جيت اقول ماشي حسين؟ صحبهم خلينا ندخلوا عند الخلعة. ايوا راه خصني نشوف الرياكسيون ديالك انت كي دايره. انت خفتي والوالد مات الله يرحمه وكل شيء. انا كون ماشي حسين كون شحال وانا كنقلب عليك. راه منين جيت وانا كنقلب عليك؟ راه سالي حسين شنو؟ سول فيك وكر هذا جدال درتو كامل ما عندي ما ندير. راني مقابل اخويا الصغير ومش عارف عارف الوالده ديما مجريه عمي. واش غنقول لك؟ شوف معاك عمي شنو بغيت خاصك شي حاجه فلوس شي حاجه. واش معاك؟ ماشي انا جاي غير وديتك انت. مرحبا عمي. انا جاي وديتك انت باش ندير لك الغربه باش نحيد عليا واحد الكيس يكون بيني وانا وخويا جيت باش نقدك انت. هذا هو اللي كاين. شنو هي الغربه؟ الغربه ما بغيتش تمشي؟ الغربه لا باغي نمشي لهنايا. يلا شي تسنى رجع تسنى غنجه يعني الامور كلها واجده ناضيه. كنتسنى غنجه راه شحال وانا كنقلب عليك. فكون كون ماشي انت راه مشيت ولكني فاش خويا خلى ليا الوصايا ما بغيتش نخليك انا. اللهم نديك معايا بعدا ونقدك بعدا شي غير تال تما بعدا وصوفي راسك. واش باغي دير فيا الخير عمي المخشار؟ معلوم ندير فيك الخير ولا ما درتو فيك انت فين غنديرو انا؟ انت ولد خويا. انا الحاجه اللي غادي نقول لك حاجه وحده ادير لي خويا الصغير. ولي ما ديرش حساب اولدي ما ديرش انا حساب جوج. ماشي ماشي مشكل ماشي مشكل. انا يا نضحي ببلاصتو دير ليا هو الشيء اللي فيها هو بحال اللي مشيت انا مازال انا نصوب على راسي. واش غنقول اللي بالك انت تعرف وهادشي اللي كاين با المخشار. انت راه بحال الوالد دابا راه حاسبك. انا ما خافش عليك. انا باغي اخويا وصل يدبر على راسو. انا هاني ما بقاش فيا الحال. عندي ما ندير. لا دي شي ولا بحال مشيت انا. ما عرفتيش غادي دير ديال يلا غدا غاتهز خوك ياك وتجيبوا القهوه ديال الصبريوني. غاتلقى واحد الطوموبيله كري ياك وغاتلقى واحد السيد غير سولو قول ليه واش راه هو عارف غايقول لك واش على حساب با المخشار. غاتقول لي راه غايجيبو حتى لعندي هو. صافي نعول عليك عمي بالروح. ويلي لا هادي هضره اخرى هادي. تهلا ليا فراسك. تهلا ليا فراسك يا عمي. وانا شنو بغيت نقول لك؟ انا نمشي كان شي حاجه راه كنت عارفه فيها كاع في الله يسلمك. الله يلا مخليه هو الصغير الا مشي للصباح. يلا شفنا زعما ويلا شفنا حيدو غير واش ديال خويا. دابا نديرو لك شي طريحه عمي ان شاء الله. ان شاء الله بحول العيال ان شاء الله. يلا تهلا ليا فراسك. يلا يلا سلم على الوالده. مو بالله مو سلم على الوالده. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي مشكل. انا عندي هو نشي خو الصغير وراه على راسك.
عارفك انا ما ننسى عارف ما تنسى انا بالبي اي ياك بالبي اي يا لا نوض ما حويجاش كرا عندي شي حوايج انا عندي وصافي هذا ضربهم فيك الشكار ويا نمشي زيد ضربهم فيك الشكار شنو بس ندير لك الشكار ديال لي رايح واش داير في واحد اللعيبه تشوفش يا السلام عليكم فين اخويا انا اخويا انت هو داك اللي على حساب بومخشار اه اخويا رواني طلع طلع بغيتك طلع طلع وفين عمي فين هاني هو داك خويا بخير اخويا شنو مزيان الدراري ها هو الخويا الدراري الصغير اخويا اه مرحبا اخو انت راه تسكل فينا بكلشي راه ما نخافش عليك انا لا نقول لك بزاف ديال الدراري مشاو اخويا راك عارف قاش طيب شي جدور فلوس شي رجعوا راك عارف راه عارف كنت راه محطو صيفطنا عندك بالمخشار راه عارف راه سوغور وداك الشيء لا انت الدري زواون سلاح خويا باش خليت شرط هنا في هاد البلاد هادي باغي نصيفطو للغربه اخويا انت الدري بوكوس صافا خويا صافا خويا على حسابك اخويا والله تنصيفطو بالله يلا راه شي صوني هو انت هو شي صوني لك راه هو صافي قول لي رجع عندي فلان وكذا صافي دابا ندوي معاه خلي نمشي نجاوب شنو دابا صافي اخاي صافي يلا مولاي يلا هو الطفل معاك ان شاء الله ليا في راه خويا الصغير مرحبا صاحبي يلا صيفطنا اليوم شوف هاي تصويرتو قال لنا اليوم قبل غدا خصو يكون عندنا اليوم قبل غدا المهم اليوم غنشدو قبل غدا صافي اليوم صافي العلاوي صافي يكون هنا يا يلا خاي ديما نمشي دابا غنجيبو راه قال لي انا شيكون هنايا اش خويا عندك هاي وصل ولا ما يوصلش بخا هو خلاها بلاصه